والهدف دي سكين. وين الصبح وين القفل مع مين؟ كبر الجرح تعبان يا هل حد العمر مجبور على المشوار والأرض المليانة الصخر والحيل شو غدار كرمة تضيع النقود والريح مجروحة يمكن عصوت العود ترندح وجروحة يمكن تجي الوعود عالدرب الله يعين تعبان يا هلطيه ساعتين لليل لقيت الصبحيات. الله يسر حالك يا خالد. كنت فهيم. بكفيت بكير وما حبيت فياك. ايه والله. فكر بدك تعطيني اياهم. صح الله يسر نداياتك يا خالد. وهي احلى صحة وخير. يعني ما حلو هيك انتوا عم تشتغلوا وانا قاعد. لا شو كيف خلصنا. الله يسلمك يا تعبت يا ابني عاد خد عمور عادي والله بدك تاخذ صوم ما كان يلا تفضل عيد خير الله يلا خليك انت بالك على الصبايا لانه الصبايا مايولي خال شو ابو العز لهلا ما عرف انه وصلت على المطار شو سيده لانه ما شغال الاسطوانه تبعه لهلا سيده بيكون هلا قصاته معي ايه قوم ضيق لا قوم كنت عليه شوية ماي وخليه فيه سيدي شو خليه فيه؟ هلا بفيق وبيصير على صرع لك شو هو حاجة زبلتين خمس نجوم؟ قوم دايخ له يلا حاضر سيدي أبو العز أبو العز قوم أبو العز أبو العز قوم شو عامل لك قتيل هو؟ لا يروح أخذ راحته نقوم أبو العز نعم شوفوا شو صار أبو العز سيدي أبو العز لا من تبه ولا من كلمه خير شوفي كان له غميان يعني شو عم تقول الله وكيلك يا سيدي تعال شوف تعال أبو العز أبو العز أبو العز إيه إيه روح روح دور السيارة وتعال شيل معي أوام ناخذ عنه الفكرة يلا سيدي روح عبد العز عبد العز Thank you.
كلية الهندسة، طلعي على الشارع البراني وخدي نقل الداخلي على البرامكة، وهنيك مما تسألي بدلة. يعطيك العافية. يا هلا الله فيك. شو خالو؟ حبيبي طالع شي اليوم من البيت؟ اي والله طالع، بدي اروح اجرب التشفين والسوداء. قديش بدك وقت؟ ساعتين ثلاثة. طيب معناتها رح تترك لك المفتاح. لا يا حبيبي لا، يمكن ترجع البيت قبل انت. حتى لو رجعت قبلك وما لقيتك بروح لعند الشباب على المدينة. اوكي ازيلا. يلا شباب قبل نتأخر على الجامعة. يلا انا جاهز. شباب انا اليوم مو رايحه على الجامعه. ايه ولا انا. ليش بقى؟ انا صرت منيحه لا تكلي همي. يا حبيبتي انا ما عندي غير محاضره واحده مو مهمه. ايه ماشي تعالي لي. صبرا جميلة بالله المستعان. دقيقة لك انت شو جابك لهون؟ صاير شي بالضيعة؟ صباح الخير. ولك فهميني شو صاير؟ ما صاير شي، اشتقت لك وجيت اشوفك. شو؟ شو شو؟ ايه والله. وكيف خلوكي اهلك؟ ما حب يعرف. ولك فهميني شو القصة؟ سعاد وقعت من عالدرج شو تكسر التكسير. وعاودي؟ وعاودي انا قلت له لبيي بدي نام عنده، قام وافق، قلت لحالي بدل ما نام عنده بجيب شوفك. العام على هالقصة، وبركي دروا اهلك. أنا اتفقت مع سعاد امبارحة، بعدين هيك يا بتلاقي لي وأنا قاطعة كل هالمسافة تشوفك. معقولة أنت ولك عامر؟ صبية حلوة قاطعة كل هالمسافة مشان تجي تشوفك وتستقبلها هيك؟ لا مو حلوة منك منوب. لك يسعد لي صباح الغزلان أنا. جواد أشوف أنا ما حكينا شي عم نرطب الجو. تعي تشوف. والله طلعت مالك سهل منوب يا رفيقي. دكتور بحكي لك شلون وضعه هلا؟ منيح اللي لحقته، لأنه نص ساعة تاني كان فارق الحياة وانشل. يا لطيف، ليش شو صاير معه؟ معه خناق صدري. خناق صدري؟ شو هذا خناق صدري؟ تشنجات بسبب الأزمات النفسية الحادة. طيب دكتور هلا شلون وضعه؟ لا هلق الحمد لله ماشي الحال، بس يعني بده يبقى 3 أيام بالعناية المركزة على الأقل حتى نتأكد من استقرار حالته. يا سيدي الحمد لله، والله لو صاير له شيء كنت بدي انهر عليه كثير كثير كثير. قدر ولطف. حضرتك بتقربه؟ لا والله دكتور، ابو العز سجين عندي. بالله على هفتك علاه، فكرته خيا. والله دكتور هو مثل خيي، لانه انا صار لي 12 سنه بخدم عندهم بالضيعه، فكل اهل الضيعه صاروا مثل اخواتي. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. الله معك دكتور. سيدي والله قلبي ما يجعني عليه. تعرف انه نحن امبارح تقلنا عليه شوي. سيدي صحيح تقلنا عليه، بس هو مين قال له يسرق؟ لك بجوز هو ما قصده يسرق، هو قصده بس يغيظنا. عقلاته صغار. اي والله عقلاته صغار، وعقلاته هن اللي جابوه على المشفى. يا سيدي الله لا يضره. امين. يا الله. مرحبا دكتور. اهلا اهلا بكاتبنا العظيم، تفضل. تفضل عود همان. لا العفو دكتور. شبك عود؟
ايه عزيزي، انا قريت النص تبعك وبالرغم من ملاحظاتي الكثيرة عليه لاني استمتعت جدا بقراءته، لدرجة اني تمنيت اني انا اكون اللي كاتبه لحتى اقدر اغير فيه بعض التفاصيل. هلا ملاحظتي الاساسية انه همام ما له موجود بالنص، يعني الاحداث التاريخية عم تمشي بتسلسل منطقي واللي غايب هو الجانب الابداعي. كيف يعني استاذ؟ يعني كيف بدي فرق بين كتاب تاريخ عم يحكي عن هديك الفترة وبين شغلك؟ لازم يكون في شيء من روحك بسرد الحوادث. قصدك في مشكلة باللغة؟ ايه، باللغة وبالصياغة وبتفريغ اللقطات. بعدين يا صديقي هذا ما بتقدر تسميه سيناريو لفيلم سينمائي، هذا ممكن يكون نص لفيلم وثائقي تلفزيوني بس اكيد مو سيناريو. ليش استاذ؟ لانه السيناريو بيهتم بكل التفاصيل، لقطات، ابعاد، ازمنه، اماكن، حوارات، بس انت مركز هون على الحوارات، يعني على الماده المنطوقه. ما فهمت علي؟ طيب لك انا بكره بجيب لك سيناريو لفيلم عالمي لحتى تقارن بينه وبين شغلك، هذا اولا. وثانيا في عندك مشكله بفهم الاحداث وتحليلها لها. وين بالضبط؟ وين هي بدها قعده طويله. شو رايك نلتقى برات الكليه ونحكي بالموضوع بالتفصيل؟ طيب امتى ممكن نلتقى استاذ؟ يعني انا بصراحه صار عندي رغبه اعرف كل ملاحظاتك حول هذا السيناريو. بجوز انت ما بتعرف انك اول واحد بيقرا هذا السيناريو من اول ما بلشت كتابه فيه. اساسا انا ما عندي ثقه غير فيك. من اول ما فتت على القاعه سحرتني بكلامك، قلت اخيرا اجى استاذ تتعلم منه. لا، كل الناس خير وبركه. طيب استاذ ايمت ممكن نلتقى؟ الساعه 6 منيح. وين؟ انا بالعاده بهالوقت بقعد بقهوه الكمال. ايه عرفتها، معناتها هنيك. طيب استاذ، اول شيء انا بدي اتشكرك كثير لانك قريت بهي السرعه، وثاني شيء يعني انا بصراحه ماني عارفان شو بدي اقول لك. لا لا ولا يهمك، لا تقول شيء، بس يعني اليوم يمكن تسمع كلام ما يعجبك كثير. مو مشكله، مو مشكله استاذ، المهم اني اتعلم. طيب عظيم. طيب على اذنك استاذ. الله معك. هلق معقولي بدك تضلعي بس هيك يا؟ أما أحسن أفهمك يا بنت. شو بدك تفهم؟ قلت لك اشتقت لك وجيت تشوفك. طيب أبتحس بحسابي نكشف الموضوع، هنتي أبتفكري يعني؟ ما أنا قلت لك اتفقت مع سعاد، بدك تضل تحكي بالقصة؟ ولك هلق إذا عرفوا أهلك بفكروني مشترك معك بالموضوع، وبيعلقوا أهلك وأهلي مع بعضين، وبتفوتينا بقصة إلى أول ما لقي خير. طيب، ماشي. وين رايحة؟ رايجة على الضيعة. طب قعدي قعدي. بدي اقعد، انا الحق علي اللي خاطرت وجيت تشوفك. هلا قعدي بلا ولدني. ولك قعدي قعدي خلص، عالم ما يطلعوا علينا، قعدي. انا ما بهمني العالم، وانت بطلت تحبني، وانا هلا خلق رجع على الضيعة. خلص قعدي قعدي هلا. هلق صحيح انت مجنوني، خلاص جيتي ومشي الحال وان شاء الله بيصير شيء. هيدا اللي كان معي جواد، حكيت لك عنه. بالله اني عرفت انه هو. اليوم بدك تعرفني على كلها. ليش امتى بدك ترجعي؟ معي لبكره، يعني اذا بطلع من هون وش الصبح بوصل على الوقت على المشفى. بالله انا خايف. لك ما تخاف ما تخاف، انا مزبطه القصه مع سحاب. يعني حبي تنامي هون؟ عفينو بدي ضل سهراني، وبدك تفرجيني عالشام. ولك مجنوني بس بحبك. وين استاذ اسعد؟ كيفك؟ شو عم تساوي بحارتنا؟ انت شو اللي عم بتساوي هون؟ انا المسؤول عن صفحه الاراء والقضايا بالجريده. والله العظيم معناتها شغلتي عندك. اهلا وسهلا فيك، بس ما يكون صاير معك شيء؟ لا ابدا، بس عندي كم ماده للنشر. نحن منكبر فيك، رح اصل جيب غلط من السيارة وبتطمني عن احوالك. برافو، صار عندك سيارة كمان؟ لا والله للدولة. معناتها وضعك بالجريدة ممتاز. الحمد لله. ناطرك يلا. يلا. هات عنك. شو كأنك مانك نايم منيح؟ والله يا صاحبي ما احسن تنام.
أنا من امبارح قلبي حسني إنه وعدتك مع أبو عدنان ما جابت نتيجة. شو يعني ما جابت نتيجة؟ وشك هيك بيقول. بشرفك قبلي قصة المبلغ؟ شبك ما ترد؟ شو بدك يعني رد؟ قبل ولا ما قبل؟ فوتني بقصة تانية فيها خربان بيوت وبهدلة. يعني حكيك امبارح طلع عندود. لك أخي ما بدي أحكي كل شيء قدام سلوم وإبراهيم. طيب فهمني شو اللي صار، شو بده؟ بده يعني يضرب فيلا. تسرق؟ يعني بده يعني يجيب له أوراق مهمة موجودة بالفيلا. طيب ليش أنت مو واحد من زلمه؟ هذا أبو عدنان يا صاحبي، يعني إذا انكشف الزلم اللي بعته راح ينعرف إنه ورا العملية أبو عدنان، بينما أنا شغلة تانية. أيوة. طيب لمين الفيلا وشو هن الأوراق؟ الفيلا لتاجر مصري عايش هون. والأوراق؟ ما قال لي، بس أكيد أكيد هن سندات وكمبيالات بده يتخلص منهم. وعك طلال، وعك هي الشغلة فيها خربان بيوت وتنكيسة راس، يعني عدم المؤاخذة مهرب، ها ممكن يقبلوها الناس بس حرامي؟ ايه بس بيروحوا الميتين ألف وبيعطينا مية فوقهم. ايه ولا 500 ألف، انت شو عم تحكي؟ طلال اصحك تكون عم تفكر توافق. ها والله مالي عرفان يا صاحبي، ويلي الميتين ألف، ويلي أبو عدنان سرسريته. طلال أنا هلأ صرت متأكد إنه كل شي عمله أبو عدنان مشان يجر رجلك وتوافق. نعيما أنا من الأول كنت عرفان وعم كذب حالي وناطر. طيب وهلأ شو العمل؟ الله ما بعرف يا أبو النوج، حاسس حالي بدي جن، مالي عرفان شو بدي ساوي. بس لازم تقرر بسرعة، هذا الزلمة ما معه مزح. بعرف. اسمع أبو النوج، بدي إياك تفكر معي وتساعدني، لازم أمرق على الزلمة اليوم وأعطيه جواب نهائي. لا ما منين طلعت إنها الشغلة هاي؟ اسمع يا صاحبي، هذا الموضوع بدي اياه بيني وبينك، ما بدي حدا من الشباب يعرف حرف واحد. لا يا حنون، من طول عمره ناجي سترك وغطاك شبنا. لازم يزيد راتبي. يخرب بيتك شو صاير طماع، ايش مفكرني قاعدة على بنك؟ ليش روحي؟ انا عم بشتغل على خمس زلم بالليل وبالنهار، وانت بتعرفي هذا الشيء، يعني بستاهل زيادة راتب. توفيق انت مفكر انه المخبر الي لحالي؟ ما انت بتعرف انه الافندي له نصه. وشو دخل هاد بهاد؟ كيف شو دخل؟ اي زيادة بالراتب لازم يوافق عليها. شو انت مفكره ما بيسأل؟ الله وكيلك بيوقف لي على الليرة. رب روش بركة فيكي، بتقنعي أبو. توفيق عن جد أنت صاير طماع. هلأ حليها، طفران وما معي الليرة. بدك دينك. دينيني؟ إيه هيك ممكن. طيب شو رأيك تدينيني كل أول شهر 500 ليرة؟ هي 500 ليرة واحدة ما في غيرها. ماشي. وبتنخصم من معاشك. ربا خانم، إذا ما بفجر لك المخبر ما بيكون اسمي توفيق. يا سيدي فجره، المهم أنا ما كون موجودة.
على الأقل افجر لك حبيبك موفق. يقول واه الواه، لا تنزعلي مرائي. صحيح، ليش مطيتي للشاب؟ يا سيدي أنا هدول الناس اللي بتمد إيدها واحدة لتسلم عليهم وما بيرضوا يسلموا عليها بحجة الوضوء، ما بحبهم ما بحبهم. ليش في شي مرة ما رضي يسلم عليكي؟ إيه، أول ما داوم عم مدله إيدي عم صار يطبطب على صدره، قال شو متوضي، ومن يومها ما عم ينزل لي منزور. والله الزلمة مسكين، يعني هو بس بده ياكل خبز. أخي ماني حاببته، وبنفس الوقت ما لقيت حدا تاني يشتغل ويكون بيعرف، بس لهالسبب أنا مخليته. طيب خفي عنه شوي. بالله بلا نكدك. طيب في مجال تزيدي لي راتبي؟ هو هو علينا توفيق. وعادي وعادي يعطيك العافية. الله يعافيك. دريت مو بالعين؟ اي والله دريت، منزعجت كثير. بدنا نروح لعنده؟ لا بالله، العملية اللي عملها بتخلي حدا يزوره. شو بدك بهالحكي؟ اليوم نخلوه على المشفى. اوف، كيف هيك صار؟ والله ما يقول المساعد صار معه اختناء. نعم، وهلق كيف صار؟ والله وضعه ما بينفع، دخلوه على العناية المشددة. معناتها لازم نشوفه. خي بالمرة منزوره وبرجع نرمين معي. ليش نرمين عنده؟ لا والله يا انسان. اي والله صار اثنين من الضيعة بالمشفى. خي ابتأخر عليك، باكل لك من بيجي. يلا يلا نطلع. سيدي وقفتنا ما لها فايده. خلينا نبقى شوي، يمكن نحسن نشوف. حتى لو شفناه ما راح يحس فيه وقفينا نعمل شيء. فخلينا نمر نشوف سعاد وناخذ نرمين وفشنا على الضيعه. انا بدي ضل بالمشفى، عند ابو العز يمكن يحتاج شيء. بعد كل اللي عملوا فيه بدك تضل جنبه؟ هلا لازم تجوديني، هذا خيي والواحد بس يتخلى عن خيه. بعدين ابو العز شو عمل معي؟ كان يقاهرني، وهي بتصير بكل مكان. طيب خي انا راح مر اشوف سعاد وبرجع لعندك. ماشي. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. تفضل. كيفك عمي؟ كيف صرتني؟ إن شاء الله أحسن. إن شاء الله أنا نزورك بمرض يا رب. والله يا أختي أبعرف كيف صارت المدارس عندك، تقولي حظيرة بقر مو هيك؟ أي والله أمر الله يا خي، بالله كيف معادل، إن شاء الله منيحة. والله كان بدها تيجي معي بس ما عاد صبي طلع من نزي صعبة عليها. أي ليه؟ قلت شو ما تقول، بالله معادل زينة الصبايا. يا ستي كتر خيرك. بالله أنا أحكي إلا الحق. يا عمي وين نرمي؟ والله نزلت جيب لي عصير. نرمين؟ ليش نرمين هون؟ بالله ما شفتها. انت كنتي عند المرضي؟ ايوه. ها معقول ما لمحيت عيني؟ لانه بتطولش يا عمي. والله ابعرف لانه من نتفي راحت. طيب راح انزل شوف ابو خليل تحت تتكون اجيت. ابو خليل؟ ليش ابو خليل هون بالمشفى؟ اي والله اليوم سعفوا له ابو العز من الصبح، والله بحالته مو تمام. ايش ابو العز الحرامي ما غيره. وليك وكلي الله يا مره، زلمي بين الموت والحياه. سيدي الله لا يضره. خي ابو عادل روح انزل انت هلا، ومشي تجي نرمين ببعتها وراك، ولا يهمك، الله معك. معيفة يا عمي. الله يعافيك. الله يعافيك يا رب. بالله استغربت لما سأل عنا، فكرته ما يمزح لاني ما شفته بالمره. ها
هلا انت مثلا هون كاتب انه فيدل كاسترو هو اسطوره مقاومه، هذا الحكي بالافلام الوثائقيه مو صحيح. بس هو هيك يا حبيبي. طيب افترض معك انه هذا صحيح، ولو انه انا لي راي ثاني خالص، ما بصير تضمن احكام قيمه بعملك. الالقاب الشعاراتيه مو مستحبه، يعني الفيلم الوثائقي بيتوجه لكل شرائح الناس. لنفترض انا وياك انه في معارضين لكاسترو عم يتفرجوا على الفيلم، انت شو بتكون عملت؟ بتكون كسبت عداءهم بدون ما تحس. لذلك هالتركيب والالفاظ بتعيد عنا، لانه ما بتخدم، بالعكس ممكن تستفز المشاهد. بس يا استاذ عاصم، لعلمك فيدل كاسترو هو اهم مناضلي المرحله. لا تكون بدك تعمل لي محاضره عن فيدل كاسترو. شوف هما بحياتك ما تظن انه المعلومه اللي عندك هي حكر عليك لوحدك. لا يا استاذ انا ما هيك قصدي. انا مو مشكله المعلومة اللي عندك عنه وعن غيره متاحة للجميع، وأنا لما بطالبك بتخفيف الألقاب مو يعني عم أقلل من قيمتك، بالعكس أنا هيك بكون عم بحمي لك شغل. طيب في أي ملاحظات تانية؟ في ملاحظات كتير، بس أهمها مثلا التحليل. أنا ما بشوف إنه التحليل ضروري بالأفلام الوثائقية. مو مهمة كاتب السيناريو إنه يغوص بالتحليل، خليك حيادي قدر الإمكان وما تحلل إلا بالأماكن الضرورية. ومشان تفهم علي أكثر بعطيك المثال. أنت مثلاً هون مسترسر بالتحليل كثير. كل غرف المدينة مثل بعضها. هلق بس يخلص الفيلم ونروح عند فيروز وبتشوفي غرفتها. وأنا شو بدي بغرفة فيروز؟ بدي غرفتك أنت. ولك ما قل لك أبي صير شو أعمل يعني؟ ما تعمل شيء. سمعونا شباب، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا اهلا. ان شاء الله ما لك قلب شر. لا اهلا خيب وخلي الاهلا. كيف بتلاقي اهلك عمي سعاد؟ ان شاء الله احسن. الحمد لله عمي ماشي الحال. معقول الاهلك بنشت نرمين؟ والله عمي قالت لي انه تقلبها من القاعده بالمشفى، يمكن عملت لها شي كزدوره. وين بدها تكون راحت؟ الله يعطيكم العافيه يا اهل ضيعتنا. عليكم السلام. مجازه مجازه يا اهلا وسهلين. شو عمي طمنيني شلوني؟ الحمد لله عمي ماشي الحال. الحمد لله الحمد لله. ايه ام سعاد؟ لا انشغل بالك ها؟ الله يخليك يا رب. لا الحمد لله اليوم احسن. ان شاء الله خلال هالنهارين ثلاثة بالطيب بجاه الحبيب، وهذا استفاد من الله. ونعمة بالله خيي ونعمة بالله. الحمد لله طمنا عليكم. ايه سيدي نحن راجعين على الضيعة، مين منكم بيرجع معنا؟ والله بنطلع معكي. ايمتى طالعين؟ هلا نحن رايحين، لأنه اطمنت على أبو العز أنا، وتركت عنده 2 من الشرطة من باب الاحتياط، يعني بركي لازم له شيء بهالليل، وبعدين بركي فكر يهرب. يا زلمة هو في يهرب. احتياط يا أخي احتياط، نحن ما بنقدر نتركه هيك، عليه ادعاء. إذا ماشيين هلا خذونا معك. أنا بدي أنطر نرمين، لازم رجعها معي. لك شو هالحكي يا زلمي؟ اتركها هون بتونس رفيقتها بالليل. امشي يا اخي امشي امشي معنا. تفضل. شو يلا السلام عليكم. مع السلامة. الله معك. الله معك مكتر خيرك. صحيت اخرت نيرمي. هلا بتعرفي وين راحة؟ بجوز رجعت على الضيعة لأنها كانت تعبانة. ستة ايه ام حسن امريتي على ابو العز؟ لا والله لسه ما برقت. توفيق اللي حبيبي حابب احكي معك موضوع. تفضل. هلا هلا المدام ربا شو حكت لك عني؟ قلت شو؟
يعني ليش تكرهني مثلا؟ تكرهك؟ وليش حتى تكرهك؟ والله ما بعرف، يعني من وقت ما بلشت بالشغل وهي هيك تعاملني بطريقة كتير سيئة، بحسها مو طايقة مني لا كلام لا سلام. لك تصور إذا فت على المخبر وكانت عم تضحك بتكشر بوشي. لا ما شو عامل لحتى هيك عم تعاملك؟ ما أنا هذا اللي مجنني، يعني أنت أكثر واحد بتعرفني إنه أنا طول الوقت بشغلي ومنتم ساكت، فليش هيك عم تعمل معي؟ طيب بركي بتتضايق من ريحة عطرك. عطر؟ أصلا أنا ما بحط عطر. آه هي ريحتك لك. شو قصدك؟ لك عم نمزح معك يا زلمة، شو بك؟ أخي موفق أحلك شي، كل حدا بيهلكون بيكره شغل وأكيد ربك تكره فيك شي، يعني صفون بتصرفاتك. تصرفات شو؟ عم قلك من وقت ما أفوت على المخبر لوقت ما أطلع راسي ما برفع عن الشغل، فهي يعني تصرفات شو بدها تكون؟ والله يا موفق أنا ما بعرف، صفون بتصرفاتك وقصصك بركي بتلاقي الحل، أنا هذا اللي عندي. طيب يعني أنت شو رأيك؟ أنا رأيي ما بعرف. مشان الله إذا بتعرف شي خبرني، يعني أنت عن جد ما بتتصور قديش أنا هي القصة تعبتني. والله يا موفق ما بعرف. هلأ بجوز مثلا، أنا عم أقول بجوز تتضايق منك إنك كتير تحتاني، يعني بدك من الله رضاها، صرخ لك عليها شي مرة، فوت لعندها ورجلك بالباب، يمكن لك ربا بتحب الحمش وانت يعني. أنا مهذب. هلأ هي بتنفهم تهذيب بس كمان بتنفهم قلة رجولة. حاول تينا أخي، في نسوان ما بيجوا غير بالكبس، جرب أخي جرب. بس أنا ما بقدر صرخ على حدا، يعني مو بتزبط معي. لك موفق أنت شو بتخسر؟ هي هيك ما أنا حبيبتك، يعني ما أنا خسران شيء. اسألني أنا بعرف صاحبك توفيق ربا بتحب الحماش. تفوش الباب بركي بتتفش لك حنكك. شو اسمه؟ وضح بس ما بعرف شو كنيته. ايه بس من الحكي اللي عم تحكي عنه ممكن يكون حدا كتير مفيد. هلا انا بصراحة ما شفته ولا قعدت معه، بس مثل ما حكوا الشباب بانه الرجل موسوعة. ايه اكيد واحد شاهد عيان على المرحلة اكيد بيكون موسوعة. استاذ بدي احكي شيء بس بصراحة متردد. احكي. هلا اليوم نحن متوعدين نسهر سوا ببيت جواد. جواد رفيقنا طالب هندسة، وانا حابب انك تكون موجود، يعني حابب اعرف رفقاتي عليك باعتبار انك شخص مهم. بصراحة أنا كنت حابب إنك تعرفني على رفقاتك. شوف أنا بحب الشباب مو بس لعلمهم، لحتى أتعلم منهم كمان. بس بالأول أنا برأيي خلينا نتعرف على بعض أحسن. أستاذ الله يخليك، والله العظيم كثير بينبسطوا بجيتك. لا معلش مرة تانية. أستاذ أنا بشوف إنه اليوم ضروري تكون موجود لأنه وضاح بده يحكي لهم عن الحرب اللبنانية من أول ما بلشت، وأنا برأيي إنك لازم تكون موجود حتى إذا كان عم يحكي صح أو خطأ نعرف. هلا صحيح الموجودين كلهم طلاب جامعة، بس ولا واحد منهم عنده اهتمام بالسياسي، يعني اي معلومة خطأ ممكن يقول لهم اياها راح يصدقوها. انا بقول انه ضروري تكون موجود. طيب بروح. احلى استاذ عاصم. لك شبك نحن بالقهوه فجيت علينا عالم يا زلمه. انا اسف. يا ميت اهلا وسهلا بنرمي، نورت الشام. نورت اهلك. يا الله شقد حبي اسكن معكي. يلا خلصي بكالوريا وتعي لعنا، والله منحطك بعيوننا. تسلم عيونك. فيروز ما شفتي عيسى اليوم؟ لا والله، بس توعدنا اليوم نلتقى بالسهرة عن جواد. يا سلام، اليوم السهرة عمراني، كل الحبايب موجودين. بتعرفي امبارح كان ناقصنا همام. ايه ما صار شي، اليوم بيجي بيسهر معنا، وقت شفته حكيت له على اللي صار معنا امبارح وطار عقله، وقلت له انه اليوم حنكفي مع وضاح. وخليك جاي. طبعا بده يجي، بس يخلصي بيلحقنا على بيت جواد، المهم انه اليوم الشباب كلها رح تجتمع. انتي ملاحظة انه كلياتنا مهتمين بالسياسي. كي مو سياسي، هذا تاريخ، يعني وقت بيجي حدا بيشرح لك صح بتصير بتحب، مثل استاذ المدرسة يا بيحببك بالمادة يا بتصير بتكرهها. نيرمي اليوم بدك تقعدي مع واحد تفلتي من فلتات الزمن. وضح حكيت لك عنه. بالله ما تعرفت على حدا بهالجاي الا وبيجني.
والله انت اللي بتجنني وما كنت تخلصي هالكاسه المرته. ايش بي قولي بالك يا تدخلك. وزي انا واعي بقصرك الحرير وخلي الشعر الناعم مع الهوى يطير. وزي انا واعي بقصرك الحرير وخلي الشعر الناعم مع الهوى يطير. هاي جمعيتك. تمام. لازمك شيء؟ لا سلامتك. يلا تصبح على خير. وانت بخير. لا تأخر بكرة. حاضر. شو بو هاد؟ معقول أخذ جمعيته وبده يبطل؟ سيدي ضرب يسد ما يرد. كلتنا بنسلم عليك ما بترد غير على نرمين. أول مرة بتجي لعندي على البيت، يسعد لي هالمساء. جواب لفها بقى. ما حكينا شي يا عمورة، عم رحب فيها كرمالك. يا سيدي كتر خيرك، لا بقى ترحب فيها. إيه مثل ما بدك. أهلين سموحة. تسلمي لي يا سموحة، نورتي يا سموحة، شرفتي. ها هي الخا. مساء الخير سنو. شو هاللمة الحلوة هاي؟ ما تعرفنا على الصبية امبارح. هاي إذا بدك حبيبة عامر. جواب شو بقوله؟ والله ما حكينا شي، كلنا منحبك كرمالك. عك حال أهلا وسهلا فيكي. أنا وضاح. والله مشتاقة أتعرف عليك من كتر محكولي عنك. صديني الشباب عم ببالغوا، بس لأنه هن كلن ذوق ومحبة ولطف عم يحكوا هذا الحكي. شرفوا تفضلوا. معقول تشتغل بالأكل قبل ما نوصل؟ قلنا لحالنا منحضر شوي. إيه بس مالكم شو؟ ما مشكلة. تعالي شوف، إذا أجيت من هذا الطريق مو ممكن حدا يحس عليك، لا الحارس ولا الفيلا اللي جنبها، وببساطة بتدخل لجوا. طيب معلم الحارس كيف ندبره؟ هلأ عم تدبر دوريات الجمارك كلها، وقفت على الحارس، دبر حالك. طيب معلم وين موجودة الخزنة بالضبط؟ بغرفة النوم. سؤال قول. فينا يعني نفتح الخزنة برا الفيلا؟ لا، الخزنة تقيلة كثير، كيف بدك تشيلها؟ بوينش؟ والله ما كنت عارفان انه تقيلة لهالدرجة يعني. شوف طلال، العملية لازم تتم يوم الخميس، وكل شيء مصاري بالخزنة إلك ولرفقاتك، وكل شيء ورق لإلي. مشي؟ مشي. لا عاد تجي لهون لبعد العملية بعشرة أيام، وإلا أقول لك أنا بخبرك طريقي الخاصة، إمتى بنلتقى؟ أمرك معلم. دير بالك منيح. ولا يهمك. الله معك. طلال أمورك. العملية مو محتاجة أكثر من اثنين، القصة ما بدها جمعة كبيرة. أهلا وسهلا بالجميع. أنا سعيد فعلا بهاللمة. لمة لمحمد بنسميها. ونحن فعلا سعداء فيك يا دكتور عاصم، نورتنا. الله يخليك، هذا من لطفك. والحقيقة أنا كمان سمعت عنك كثير من الشباب، وسمعت عن تأثيرك القوي عليهم. فحبيت اجي اشوفك وشوف الشخص اللي كسب احترامه بهالسرعة. لا عليك، حاسس انا فعلا ان احنا صرنا بيت فستو وعم نقضيها مجاملات. لا صدقني مو بيت فستو، بس انا فعلا عندي رغبه كبيره اني اتحدث مع شخص عايش الاحداث بلبنان وكان شاهد عيان عليها. بس يعني قد ما كنا ما ممكن نكون مثل اساتذه مختصين بعلم السياسه. لا انا هلا فعلا حاسس حالي ببيت فستو. خالو قلنا كيف بلشت الحرب اللبنانيه. ايه تكرم خال، تكرم. رح نبلش بعام 1943. سنه استقلت لبنان عن فرنسا،
واول رئيس منتخب كان هذيك الفتره بشار الخوري، وكلف وقت رياض الصلح بتشكيل الوزاره، واتفقوا على صيغه بتراه الحساسيات الطائفيه الموجوده بلبنان، بحيث رئيس الجمهوريه بيكون ماروني مسيحي، رئيس مجلس النواب بيكون مسلم شيعي، ورئيس الوزراء بيكون مسلم سني. طبعا هذا الاتفاق عرف فيما بعد باسم الميثاق الوطني، واللي بعدين صار عرف وما حدا بيحسن يتخطاه، لانه مثل ما حكيت براعي الحساسيات والفسيفساء الطائفيه الموجوده بالمجتمع اللبناني. طالما عم تحكوا تاريخ فبظن بامكاننا نشارك. طبعا الميثاق الوطني اللبناني ما تدور على ورق، وبهالشكل تاسس لبنان بصيغه تسويه طائفيه شفهيه. واتفق الجميع على انه الميثاق الوطني هو ركن الاساس اللي بيستمد منه لبنان قوته. وبعام 52 اطاح كميل شمعون بالرئيس بشار الخوري بثوره سموها بوقتها الثوره البيضاء. وبنفس السنه قام عبد الناصر بالثوره على الملكيه بمصر. وطبعا لبنان ما كان بمعزل ابدا عن جمله الاحداث اللي عم بتصير بالوطن العربي. ونتيجه الارتفاع سقف الحريات بلبنان والتنوع الطائفي الموجود فيه، صار ارض خصبه لكل التأثيرات الإقليمية والدولية. طبعاً هذيك الفترة كانت الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي على أشدة، وبنتيجتها انقسم الوطن العربي لقسمين، تيار ثوري بيطالب بالوحدة العربية، وتيار آخر رمى حاله بحضن الغرب على اعتباره الطرف الأقوى بالمعادلة واللي ممكن يوقف وش الثورة ويكافح الشيوعية. ولمكافحة الشيوعية رأت أمريكا اتفاق بين تركيا وباكستان عام 54، اتفاقية التعاون والصداقة اللي سميت فيما بعد بحلف بغداد بعد ما انضم العراق له، وكان كميل شمعون ضمنيا مع حلف بغداد. وبعدها قامت حرب كبيرة بالمنطقة عام 1956 اللي خلت جمال عبد الناصر يعلن تأميم قناة السويس. وطبعا خرج عبد الناصر من الحرب بطل قومي على مستوى الساحة العربية بكاملها، وبلش نادي بشعارات الوحدة العربية. وطبعا هذا الشيء مراق لمعظم الأنظمة العربية، لأن بكل بساطة بيحدد وجوده. وبعدها بسنة تقريباً تقدم الرئيس الأمريكي آيزنهاور بمشروع للكونغرس الأمريكي يتيح لأمريكا التدخل في أي بلد حماية للأمن القومي الأمريكي وضد المد الشيوعي. طبعاً الرئيس اللبناني كميل شمعون أيد هذا المشروع، وأصدر بيان مشترك من السفارة الأمريكية بأيد فيه مبدأ آيزنهاور. وبعد انتخابات 57 يا دكتور بدأت المظاهرات بكل أنحاء لبنان، واتسمت بعض الأحيان شباب بالعنف، ودعت فعلا للعصيان المدني بكل أنحاء لبنان، لأنه اتهموا كميل شمعون بهي الفترة بالتزوير. وبعد فترة بتتهم سوريا لبنان بالتآمر عليها من خلال حلف بغداد، وبتحشد تركيا جيوشها على الحدود السورية، فبيقوم عبد الناصر بيبعت فورا قوة لمساندة سوريا. المسألة بعدين حلت بدون حرب، وعلى أثرها قامت الوحدة المصرية السورية بشباط 58. وبيصدر كميل شمعون مذكرات توقيف بحق صائب سلام وكمال جنبلاط، وبتطلع الدورية لتنفذ الأوامر، وهون تبدأ أول طلقة بالحرب اللبنانية. حامل قمح صوان ما بيلين ليلك رمح والهدهد سكين، وين الصبح وين الإفل مع مين؟ كبر الجرح تعبان يا هل حد العمر مجبور على المشوار، والأرض المليانة الصخر والحيل شو غدار. كرمك ضيع نقود والريح مجروحة، يمكن عصوت العود يترندح وجروحة.
روحة يمكن تجي الوعود عالدرب الله يعين تعبان يا هالطهيب.